أقامت الكنائس المحلية في محافظة إربد خدمة صلاة في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين بنية ورجاء السلام في غزة والأرض المقدسة. اشتملت الخدمة على تأملات وتراتيل وأدعية لوقف الحرب على القطاع وإحلال السلام في المنطقة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. آيات كثير بتدعو للسلام والساعين إله، والثقة والرجاء برب السلام هي محور أي وقفة أو أي تجمع بكل كنائس البلد. واليوم كنائس إربد من روم، لاتين والأسقفية العربية الإنجيلية اجتمعت ببيت واحد بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين بحضور عدد كبير من أبناء الرعاية ليصلوا بكل محبة ورجاء، طالبين من الرب يمنح بلاد الحروب والنزاعات واللي بتتعرض لأبشع أنواع القهر الإنساني صلاة اليوم من أجل فلسطين وغزة تحديداً. الخدمة بلشت بكلمة من الأبونا ديونيسيوس حداد كاهن رعية الروم الأرثوذكس، مفادها بأنه رسالتنا واضحة على الرغم من مشاعر الغضب والشجب والاستنكار، لكنها مليانة بالروحانية المسيحية والقيم والمحبة. اليوم إحنا جايين حاملين رسالة سلام لأرض السلام. إحنا اليوم جايين باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إربد، منحمل معنا رسالة سلام، رسالة محبة، رغم الحزن اللي إحنا عايشينه ورغم الألم اللي إحنا فيه، لكن منحمل رسالة سلام مثل ما علمنا السيد المسيح. منحمل معنا شموعنا وصلواتنا حتى تكون مثل البخور صاعدة إلى رب المجد، حتى يحل السلام وترجع الأرض لأرض السلام مثل ما ولد فيها السيد المسيح. ومن بعدها بلشت الصلاة واللي اشتملت على قراءة من سفر أعمال الرسل والمزامير وقراءة من الكتاب المقدس وبمشاركة كمان من أبناء الرعاية. وكلمة الأبونا فراس عريضة اللي بتأكد على وقوفنا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني اللي طالما كان مخلص وصاحب صوت الحق والعدالة من أجل السلام والحرية والاستقلال. وعدة القيس سمير سعيد ركزت على إنه محبة ربنا للكل وخيراته كمان على الكل، وإنه من غزة ولد قديسين وفيها أقدم الكنائس والأديرة بالعالم التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس. صلاتنا التي رفعناها اليوم للرب أن تتوقف هذه الحروب التي نراها من حولنا وأن لا تتوسع وتزداد. إننا نرفع الصلاة من الأردن ضارعين لمليكنا عبد الله الثاني الذي نادى وينادي لإعطاء الشعب الفلسطيني الحرية، الذي نادى بأن تتوقف هذه الحرب الظالمة على الإنسان الأعزل الذي يمر في أصعب أوقاته. أكثر من 6,000 شهيد ماتوا، أكثر من 16,000 جريح، مستشفيات لم تعد تعمل. لذلك كان لابد أن نحمل سلاحنا الوحيد وهو الصلاة، الشموع، والله قادر أن يسمع. وبالنهاية اتوجه النظر بصلاة لمريم سيدة فلسطين، وبعديها بنور الشموع اتوجه الكل لساحة الكنيسة ليعيشوا لحظات من الهدوء والصمت على نية السلام. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.